بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصراعات ليست بعيدة عن العواطف، ففي كل صراع فإن العواطف الجياشة أيضا تكون موجودة، وهي التي توجه الصراعات. الحب والبغض والكره وما شابه ذلك لها تأثير أساسي في صراعات البشر. والإنسان حينما يدخل في صراع فهو أيضا يدخل في بحر من العواطف، ولذلك قد يغرق في تلك العواطف ولا يستطيع توجيه الصراع بالشكل الصحيح. كان لي صديق، هذا الرجل كان دائما يقوم بالإصلاح ما بين الأشخاص المختلفين، يدخل فيما بين الناس إذا زعلوا من بعضهم البعض ويصلح، وكان يملك الكثير من الكلام الجميل والكثير من الأحاديث والروايات كان يحفظها، ومن ثم كان قادرا على إصلاح ذات البين مع الناس. وما من جماعة كانوا يختلفون إلا وكانوا يشيرون إليه، وحينما كان يدخل في صراع من الصراعات، سواء بين زوج وزوجة، بين أب وأولاده، أو بين شركاء في عمل، وما بين الجيران، حينما كان يدخل في ذلك الصراع كان الكل يطمئن إلى أن هذا الرجل سيصلح الأمر. لكن مرة من المرات هو دخل في صراع مع شخص آخر وزعل منه، وما استطاع أحد أن يصلح فيما بينهما. والسبب أنه ما استطاع أن يقيم نفسه كما كان قادرا على تقييم الآخرين. أنت فيما يرتبط بالآخرين خارج عن العواطف، يعني هذا مختلف مع ذاك، هذا يكره ذاك، أنت لست في وارد الكره والحب، أنت خارج هذا الإطار، فيمكنك أن تقيم كل واحد منهما تقييما سليما. لو أن أحدا زعل من الآخر لأنه قال كلمة نابية بحقه، أنت تستطيع أن تقيم حجم هذه الكلمة، لكن الذي قيلت الكلمة فيه لا يستطيع أن يقيمها، تأثر منها، زعل، رأى هذه الكلمة جدا كبيرة فلا يمكن أن يتنازل مثلا. لكن أنت خارج عن هذا الإطار، خارج عن العاطفة، فتستطيع أن تقيم، ومن ثم تضع هذه الكلمة في موقعها وتعطي لها حجمها. مثل شخص ولده يمرض، عنده ولد صغير ويصير مريض الولد، فهو يعيش في الليل قلقا لا ينام، يخاف عليه أن يموت. لكن إنسان ليس أبا لذلك الطفل يستطيع أن يقيم الأمر بشكل سليم، هذا استبراد بسيط، هذا الاستبراد لا يؤدي إلى الموت، فلا داعي لهذا القلق. لكن يستطيع أن يقيم مرض الطفل لأنه ليس أباه، ولو كان أباه فالأمر كان مختلف بالنسبة إليه. هذا الأخ حينما دخل في صراع مع طرف آخر ما استطاع أن يقيم الأمر بالشكل الصحيح، ولذلك ما نفعت معه نصيحة الناصحين. هو كان يقيم الآخرين، أنا شخصيا دخلت معه وبينت له أن هذا الأمر بسيط، ما قال الرجل في حقك لا يستحق الزعل، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يعتذر وتعال نذهب إليه. قال لا يمكن أن أذهب إليه، تعال في بيت آخر شخص ثالث تجتمع أنت وهو. قال لا يمكن، لأنه قال الكلمة الكذائية بحقي مثلا. كلما حاولنا أن نصلح فيما بينهما ما استطاع. وهنا عرفت أنا قيمة مفردة أخرى، وهي مفردة المشورة ومفردة قبول نصيحة الناصحين. حقيقة من صفات العظماء ومن صفات الطيبين ليس فقط أنهم قادرون على أن يقيموا الأشياء،
الله أعطى العقل بالتساوي بين الناس، لكن أيضا عندهم صفة قبول نصيحة الناصحين. يعني حتى لو كنت ترى أن هذا الأمر 100% صحيح، وناصح من الناصحين قال لك لا، اقبل منه. أن تقبل نصيحة الناصحين صفة من الصفات الجيدة في الناس الأطياب، في الناس الطيبين. الإنسان الطيب ليس فقط من يرى الخير والشر ويستطيع أن يميز بينهما، أيضا من يقبل من الآخرين. هنا تأتي قيمة المشورة وقيمة قبول المشورة، لأنك يمكن أن تستشير الآخرين لكن ترجع إلى رأيك. يعني تتعامل مع كل الناس ومع كل الناصحين مع كل المستشارين على طريقة شاوروهن وخالفوهن، تستشير لكي تخالف، تستشير ثم تعتز برأيك. رب العالمين أمر نبيه الكريم، والنبي أكمل الناس عقلا، لولا أنه أكمل من غيره ما أصبح نبيا، بالإضافة إلى ارتباطه بالوحي. مع ذلك ربنا قال وشاوره في الأمر، استمع إلى آرائه. أن تستشير واحد، وأن تقبل بمشورة العقلاء، وأن تقبل نصيحة الناصحين اثنين، بالإضافة إلى استخدام العقل بالمقدار السليم وتقييم الأمور بشكل صحيح، وخاصة حينما يرتبط الأمر بالصراعات وبالمخالفات، في خلاف بين الزوج والزوجة وما أكثره، وهذا أمر طبيعي لأن الله ما خلق الزوجة نسخة مكررة عن الزوج، ولا الزوج نسخة مكررة عن الزوج. من الطبيعي أن يختلف الزوج والزوجة، والأب والابن، والأخ والأخ، والجار والجار، والشعب والحكومة، والحكومة والشعب، طبيعي. هذا الاختلاف أساسا نعمة إلهية، أن الناس لا يرون الأمور بشكل واحد. اختلاف الأذواق، اختلاف العقول، اختلاف الإرادات، اختلاف الحب والكر وما أشبه، هذا شيء طبيعي. لكن حينما الأمر يأتي إلى الصراع، إلى النزاع ما بين شخصين، هنا نحتاج إلى أن نستشير الآخرين في أمورنا. أنا اختلفت مع أخي، أستشير الآخرين، هل ترون الحق معي أم مع غيري؟ اختلفت مع أخي، مع صديقي، اختلفت مع شريكي في العمل، اختلف الزوج مع زوجته، لا يجوز أن يعتد برأيه، لأنه كان فيما سبق على حق، إذن الآن أيضا على حق. مطلوب أن نستشير، ومطلوب أن يكون دائما عندنا مستشار، مستشار خارج عن دائرتنا، ويكون عاقل وعنده دين. شرطان للمستشار، أن يكون عنده عقل وأن يكون عنده دين، فلا يخالف عقله ولا يخالف دينه. المستشار بعيد عن العاطفة وبعيد عن المصلحة. ما مصلحتي أنا حينما أدخل في صراع ما بين زوج وزوجتي؟ لا مصلحة لي في ذلك. إن عاش في حالة جيدة فهم الذين يستفيدون، وإن استمرت الخلافات بينهما والصراع بينهما هم الذين يتضررون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.